حيكون عن جديد مشاهدينا، وهالمرة من مطبخ بتحلى الحياة مع رنا أبو سلمان. أهلا وسهلا فيك يا رنا. هاي سنتيا، كيفك؟ I'm really good. ودايما معك الوصفات بتكون بتجنن. اليوم كلنا عم نستغرب كيف يعني sugar free معمول. كيف؟ هلا حنشوف مغزى الحلقة. مثل العادة يعني الانجريدينتس اللي نستعملهم بالوصفات اللي بنسميها صحية بحلقتنا التالتة بيكونوا كلهم انجريدينتس أو مواد طبيعية، صح؟ يعني ما فيها مواد مكررة أو مواد معالجة processed foods. فنفس المبدأ حيعتمد على وصفة المعمول تبعنا اليوم. أول شيء هفرجيكم خلطة الطحين اللي استعملتها بس لنغني شوي الطحين. بس بدي أقول شغلة عن المعمول، خصوصا اللي بحب المعمول التمر. التمر هو إحدى المحليات اللي نحن بنستخدمها بالحلو، صح؟ فوقت ما نستخدم حلو طبيعي بنستخدم التمر. فالتمر بالتحديد مش بحاجة كتير نوجع راسنا ونستغرب ليش ما في سكر، لأنه فينا ما نحط نضيف سكر أبدا على العجينة. أنا ما بحب التمر على كتير منيح. وللقصص الثانية يعني للجوز واللوز منعوز شوي هيك شيء يدعم يساعد أو بقلب الخلطة مع الحشوة الجوز واللوز، واليوم حيكون هو العسل. بحب العسل، شوي من العسل أكيد. مهي يعني هلا حنشوف، بس انه حيضيف نكهه كثير لذيذه على المعمول. سكر طبيعي وسكر طبيعي، وحنوز بس كميه صغيره منه. فخلينا نبدا، لانه الشيء الوحيد اليوم غير بحلقتنا هو انه مش طويل، انه مش سريعه كثير. مش سريعه معمول بالنهايه، سو بدنا نعطيها وقتها لحتى يعني ترتاح. هلا بالنسبه لخلطه الطحين او السميد، انا عامله خلطه شوي هيك فيها شوي من كل شيء. حبيت اول شيء حافظ على السميد والطحين الفرخة اللي هو لحتى يعطينا نتيجة نهائية كتير قريبة على المعمول اللي هي بتفت بالتم أو بتدوب بالتم. نحن معودين عليها، صح؟ على كوب من السميد أو السمولينا الخشن، وعلى نص كوب من الفرخة، طحين الفرخة أو السمولينا الناعم. بكل حالات شكليا مبين انه ما في شيء مختلف، وطعمتها وحتى يعني كيف بس تقرشيها نفس الشعور حيكون عندنا. ما دائما معودتي يا رنا. والا شو المبدا؟ ما هيك ليش ما نعذب حالنا نعمل وصفه ثانيه اذا ما كثير انبسطنا فيها واكلناها. هلا طحين الزياده هو كوب طحين قمحه كامله لحتى يعطيها شوي غنى زياده ونوعا ما تقل بخلطه الطحين اللي عم نستعملها. مثل العاده بنذكر دائما انه مفضل نستخدم الطحين الكامل للغذاء اللي فيه أكثر. صحيح. فبنخلط الطحين مع بعضه بالأول، بعدين حنستعمل شيء بيستغربوا العالم وقتها نستعمله بنفس الجملة مع صحة أو healthy. إيه أنا ناطرة أشوف لحسة هو السمنة. أها صح. سو هلا السمنة الجي عم تعمل شوجر فري بس في ايه لخب بس هي إيه، لانه دائما بيستغربوا الناس وقت نقول سمنه مع صحي. السمنه هلا عم تعمل كومباك او رجعه كثير قويه على العالم الصحي. نفس المبدا تبع استخدام المواد الطبيعيه، نفس الشيء بيطبق على الدهون والزيوت. لنفس السبب بنستعمل زيت جوز الهند الخام او بنستعمل زيت الزيتون وبنحبزهم على زيوت المهدرجه او زيوت النباتيه، عم نستخدم السمنه. يعني هلا صار في توجه لإعادة استخدام السمنة كأحدى الدهون الصحية، لأنه هي مش بس معمولة بطريقة طبيعية ولكن فيها فوائد غذائية عن جد متعددة. هلا أكيد saturated fat فبدنا نستخدمها باعتدال، مثل كل شيء، مثل الزبدة، مثل زيت جوز الهند نفس الشيء يعني. طيب ولكن هي تعتبر من الدهون الصحية المفيدة. يعني مشان هيك أنت ساعتها بتقولي للأشخاص أفضل إنه نحط سمنة مش زبدة؟ صح، السمنة فيها فوائد غذائية أكثر من الزبدة، والسمنة كمان في ناس اللي بتتضايق من الزبدة اللي عندها لاكتوز أو كاسين انتوليرنس ما بتنزعج من السمنة، لأنه عملية التصفية بسموها أو الكلاريفيكيشن لتحويل الزبدة لسمنة بتشيل الكاسين واللاكتوز تقريبا كله 99% منه. فالناس بيتقبلوها، ناس ما بيتقبلوا زبدة بيقدروا يتقبلوا السمنة بطريقة. هلا عم نعرف سر من أسرار الدسرات، ليه اوقات بننزعج واوقات ما بننزعج؟ بيكون بس سمنه
ممكن كل السمنة شو ما كان مصدرها حيواني لبيت؟ لا، هي نقطة كتير مهمة. ثانك يو على السؤال عفاف. إنه السمنة الحيوانية هي اللي عم نحكي عنها، شيء ما بيطبق هيدا اللي قلناه على سمنة نباتية، لأنه سمنة نباتية هي مكررة، شيء معالج، منه شيء طبيعي، فما بيطبق عليه الفوائد اللي حكينا عنها. بفضل نبتعد عنها، ما هيك؟ يعني وقتها تكون السمنة جاية من مصدر كواليتي عالي، نعرف النوع الزبدة والحليب المستخدم فيه، ريحتها وطعمتها، ويعني كل شيء بتعطي، هي من يعني فينا نستهلكها بكميات معتدلة، شيء صحي بمطبخنا بيكون. فهون اللي عم نعمله هو بس مثل عجينة التارت أو أي شيء، عم نفرك مثل ما بنفرك بالزبدة. قد إيه لازم نريحها رنا؟ فينا نريحها من 4 ساعات لـ overnight، لكل الليل. كل ما نريحها زيادة كل ما أطيب وأحسن. صح. أنا حسيت عفاف بلشت تتحمس. عندك خبرة عفاف بالمعمول. أنا بتذكر أكيد الماما لما بتحضر المعمول وكنت ساعدها. الله يخلينا اياها للماما، بس السنه ما بدها تعمل معمول، حابه السنه انا اعمل على هالطريقه. اوكي، وانت يلا بتكون هيلثي. خبرينا شو بيقولوا لها ردة الفعل. هي رح تعمل، نحن رح ندوق. اوكي، نحن دائما بننترك لتدوقي سنتيا. اوكي، سو من بعد ما نضيف السمنه وندعكهم مزبوط مع بعضهم، حنضيف عليهم ملعقه من هون، بدك تشم ريحه من المزهر، وملعقه من الموارد. هلا هون قد الكميه، قد يعني كم قرص بنعمل؟ تقريبا 20 حبه. هاي الكميه، الوصفه اللي شفتوها على التلفزيون تعمل 20 حبه تقريبا. من الحجم تقريبا الصغير. هلا يعني شوت واحد او تقريبا ملعقه كبيره موارد وملعقه صغيره مي زهر. وهلا بهذا الشكل نحن حنتركها مثل ما قلنا 4 ساعات لاوفر نايت. بهالوقت حنحضر الحشوه، صحيح؟ هلا نحن حنرجع له لهي، نعتبر حالنا نطرناها اوفر نايت. وهون بالنسبه للحشوه مثل ما قلنا عندنا مثل معمول العاده الكلاسيك، تمر وجوز وفستق. التمر هو عجوه التمر او التمر المطحون العادي، انا بعمله هيك طابيت صغيره لتسهل عمليه الحشي بعد ما نعمل قالب. عندنا جوز مطحون وفستق مطحون. رنا، اذا اوفر نايت ثاني نهار بدنا نشتغل بالعجينه ولقيناها مش عم تكمش، شو السر؟ شو بنعمل لحتى؟ هلا هون بعد ما صارت عجينه، اذا لاحظت صحيح تركناها من بعد ما، صح، يعني ثاني يوم او من بعد ما ترتاح ويمتص السميد والطحين قد ما بده من المويستشر، بنرجع بنضيف عليها كميه المي بحسب الحاجه. المي صحيح، يعني بنعملها عجينه بعدين، يعني بنحط شوي شوي مي، صح، وبنرجع بنعجن لحتى نشوف. حنكفيها هلا بس نخلص الحشوه، بنكون ارتاحت شوي، حنكفيها سوا. سو هون نحن ما كلنا مستغربين انه شوجر فري وصحيه ومعمول عتلانين هم المعمول. ما بعرف، لحسه لهلا بعد ما في سكر بالمعمول. صحيح. ما في شيء، انت ستيب باي ستيب عطيناها وحرقتينا. بدكم تحضروا الحلقه ولا لا؟ خلص، نحن بلشنا هلا بالعسل، هلا بلشنا بالسكر. على كوب جوز او كوب فستق مطحون حنضيف ملعقه، مش بحاجه لاكثر بكثير، يعني ملعقه كبيره من العسل. فينا نذوقه بحسب نحن يعني الطعم اللي بنحبه نضيف. حسب الذوق، في ناس بحبوا حلو اكثر من ناس. وحنخلطهم مع بعضهم، استخدمنا هيدا الملعقه مع بعضهم. وملعقه واحده بتكفي؟ ملعقة عسل كبيرة لكوب، إذا بدنا نعمل كمية أكبر فينا نزيد. ومثل ما ذكرت، يعني في ناس صارت معودة إنه ما تاكل حلو كثير قوي، بتفضل حد حلو كمية صغيرة. وبحسب كمان فينا نعمل شغلة هون لعجينة معمول التمر، أنا ما بزيد أي حلو بقى على العجينة. للمعمول الجوز وال بتزيدي والفستق، فينا نزيد شوي عسل على العجينة. سو إذا حنزيد عسل على العجينة ما ضروري كثير نحط بقلب الحشوة. اوكي، هون عم نذكر بس كرمال نزيد السكر اكثر. سو بهيدا الشكل فينا نزيد هون شوي. انا بعتقد كمان عندي بتحمل بعد شوي. إيه؟ بس انت بتعرفي اكثر، لانه بدك ملعقه ثانيه هي لحتى يساعدوا نعمل مثل المساج لهم. رنا، هلا في كثير بيستعملوا محليات اصطناعيه اذا بدهم شويه سكر اضافي، انت مع هالطريقه؟ نحن بكونسبت الهيلثي وبالاخص للاولاد، يعني بنبسط شو يعني هيلثي، بمعنى انه نستخدم بس المواد الجايه من مصادر طبيعيه. مواد اللي من الاكل الكامل يلي هي بيكون فيها يعني الغذاء اللي الاولاد بحاجه له، بيكون بعيده عن اي مصادر اضافات معقول تكون مأذيه لهم. فلا، جواب قصير لا. من الاشخاص ما بحبوا العسل،
بشو بنقدر نستبدله؟ فينا نحط شوي كوكونات شوجر اذا معنا مشكله مع الكوكونات شوجر. اللي بحب الدبس فيه حط نقطه دبس. دبس العنب طعمته اخف من دبس الخروب اذا ما بدنا طعمه الدبس القويه. يعني محليات ميبل سيرب اللي هو طعمته اخف شيء منه قوي ابدا. هيدا الشكل منيح للعجينه. تمام صاروا جاهزين. وكمان هون حنرش لهم رشه مزهر ورشه موارد للحشوه. هلا ستيب 2 صرنا جاهزين. هون نرجع للعجينه عنا بنكون صارت جاهزه ريحناها لنقول بقد ايه من بالقليله 4 ساعات ل يعني اضبط شيء انه نحطها نسويها بالليل ونتركها ثاني يوم الصبح. معنا وقت طالما ما بتاخذ معنا كثير وقت فينا نعملها قبل بليله. يعني هن بس خلطهم مع بعضهم وبدنا بقى هون بنبدا بنضيف شوي شوي المي لتكمش على بعض العجينه. عامل معمول قبل يعني نفس او شايف حدا عم يعمل معمول نفس البروسس. بنزيدهم شوي شوي مثل حي العجينه لانه يعني افضل انه يكون شوي اقل لنقدر نتحكم فيها. صح لانه اذا صاروا زايدين ما حنقدر كثير حتى عذبنا. يعني الناقص فينا نزيده بس الزايد ما فينا نرجع نشيله. هلا انا بعرف انه بقولوا عاده المعمول بياخذ كثير وقت صحيح. بس مبين انه هين يعني هي مساله بس تعطيها وقت للعجينه ترتاح. بقول لك كمان سر صراحه اختصار او شورت كات بعملها انا هي ايه تحضير العجينه مش كثير بياخذ وقت. اللي بياخذ الوقت هو نعملهم هيك راس اشكال صغيره. فالمد هيدا اللي بنشوفه بالنص هون بالصوره معمول المد هو نوعا ما الشورت كات اذا بدنا يعني بدنا الطعمه وبدنا شيء هيك لذيذ ما بدنا ناخذ كثير وقت عليه كثير اسرع تحضيره. بصير نقسمهم بنمد العجينه وثقه مش كلهم مع بعض يعني بيطلعكم نص كيلو هلا اولا او مثلا مش اكثر. بس بتخيل المعمول بالزيت بينعمل مره واحده ايه مش هيك بياخذ وقت ليطلع حرزين لحقته بدك تضيفي كل واحد يستحلى كم حبه حتقدري ايه وبتعملي فيك تعملي عليها نهار اكتيفيتي تحضير معمول تجيبي الاولاد على المطبخ يعني بتصير مثل البلايدو هي بالاخر نوعا ما. خلص شوقتينا بتشغليهم بالقصص اللي بتاخذ وقت عاده هلا اختصاصي انا بالمعمول الاول هن بياكلوا اللي اشكاله بيطلعوا كيف ما كان هن لهم بيكون للاولاد. في عندك شكل بتفضلي؟ لا كلهم منيح وكلهم طيبين وكل الطعمات طلعت انا الوحيده النيقه يا رب. على التمر بحب بس على التمر. بتعرفي انا كنت بالاول من زمان كنت بحب بس الجوز هلا صرت حب بس التمر. ما بعرف شو صار يمكن كمان لانه ما بقى معوده على حلو وسكر وجوز بحطوا له سكر من فوق كمان ما في لزوم يعني لتطلع طيبه. هلا مثل ما لقينا بلشت تكمشت على بعضها العجينه بدها تكون شوي اطره من هيك. وهون ما ننسى هون ما ريحناها سو ما حيطلع معنا نفس الشيء. انا جهزت عجينه على جنب بس لفرجيكم كيف بدها تكون. بتصير عجينه ايه عجينه وبدها تكون يعني طريه شوي بدها تكون نقدر نعملها بهيدا الشكل تكمش على بعضها تكون طريه نعملها بهيدا الشكل وما تشقق وقت نكبسها لفوين وهي بس نريحها بمشيحها. رح فرجيكم كيف بتصير. نجهز هون النتيجه بهيدا الشكل. تلمع شوي حناخذ شقفه منها وحنرجع يعني بنعجنها شوي ثانيين وبنبدا بالتحضير. صح اوكي اسهل شيء هو انه نعمل اي قالب حابه انه نجرب اياها بدك الاصغر او الاكبر احيانا ودي فينا مهم بركي هيدا اوكي هيدا للتمر عامل لك تمر اوكي سو بنعملها طابه بالاول بهيدا الشكل وبعدين بدنا نشكلها مثل الكبه مثل اي شيء ثاني بينحشى يعني بندق العجينه شوي مني ما بياخذ وقت يعني ما تفتكري انك سهلتي الموضوع. الكبه هيدا بالنسبه لنا اعجاز اي نو لهيك قلت انا اعطيتكم انذار قلت المد قلت المد اسهل هو الشورت كات سو بس فعليا هيك مثل قالب بنعملها بنحط طابه التمر بقلبها وبنسكر عليها وبنرجع بنعملها بول بهيدا الشكل اوكي وباقي علينا انه نحطها بالقالب. اوكي هلا غير القوالب رنا في الملقط كمان للجوز لنعيشه. هيدا اذا بعد بدك اكثر وقت تاخذ اذا معنا 3 ليالي بشتغل معمول بس الشكل بيطلع وحتى بحسه بياثر على النكهه ما بعرف ليه بحسه اسوسي هي فن يعني هي بيكون في ايدك بكل وحده بتشهي اكثر يمكن ايه يعني بركي هيدا اهين صح بس طلع بهوليك بشهوكي معناتها معمول صح سو بنكبسها بالقالب هيك جنتلي بطريقه شوي ناعمه وبس من ولا
اوكي ترى ترى صار عندنا وحده على تمر. ايه ونفس بنفس الطريقه للباقيين اكيد وحسب القالب اللي بنستعمله. عفاف انا قلت لك من الاول ثلاثه تون ثلاثه تون يلا حنعمل جوز بالطول شوي فينا كلهم يعني كلهم هن فعليا نفس الطريقه بس هيك بس كنت انا عملتها لفرجيكم كيف بيكون العجينه التكستشر تبعها. هلا بالوقت اللي عم بتحضري كمان العفاف هون كيف مديناها عادي او شو عملنا؟ بنجيب صينيه كمان ليرينج كمان مثل الكبة منحط لاير من تحت يعني من فينا نرقه بإيدنا شوي شقف أو بالشوبك ونقصه بريكتانجل منحط لاير من تحت بعدين قالب التمر الناعم المطحون منحط طبقة تمر مطحون وطبقة من فوقه منقطعهم مكعبات بعدين منحطهم بالفرن هيها. اوكي وقد ايه وقت؟ بدهم 10 دقائق ل 15 دقيقة تقريبا بفرن 180 درجة، بس أول ما يبلشوا يشقروا شوي بتكون خلصوا. بنقطع قبل ما ندخل على الفرن؟ صح لحتى ما يفرفتوا من بعدنا. هلا بالنسبة للفيجن فينا نستعمل كوكونات أويل؟ فينا يعني حيطلع شوي طعمة فيها. في ناس بيستعملوا زيت زيتون، زيت الزيتون المايلد يعني اللي نكهته شوي استغربت انا شوي بتحس انه طعمه قوية اكثر من الكوكونات بتكون حدة بنستعمل زيت الزيتون بسموه المايلد يعني الخفيف خفيف نوعا ما خفيف اللي لونه منه اخضر قوي لا ما كثير بياثر على الطعم يعني كوكونات اويل بتاثر على الطعم شوي بس يعني. فينا نجربها اذا ما عندنا مشكله نحن لما نفوتهم على الفرن لازم نغطيهم لا ولا شيء بس بنحطهم مثل ما هن على الصينيه 180 درجه 10 ل 15 دقيقه صحيح هيها اول ما يصيروا بلشوا شوي شقر يعني ذاتس ات وير دون بكون خلص المعمول طبعا سنتيا رح تسبقيني على المعمول اكيد بدنا ندوق عفاف اكيد بدنا ندوق عبالها اعرف المعمول شجر فري كيف تطلع اكيد بدك تدوق التمر انت اكيد رح ادوق شكرا كثير لك رنا دائما وصفتك سهله كثير وطعمه بتجنن وبننصح دائما المشاهدين يجربون لانه ما بتحسوا بالفرق نحن بنشكرك على هالوصفه وحابين هيك ناخذك مشوار معنا بتروحي معنا على تايلاند اكيد يلا جاهزه